الله يغلب كرتوا زيك. Something to worry about here. Oh, brilliant goal. بين البث دائما بين البث يلعب احسن. ليش ليش؟ ما كنت اخي نعرف يوم يا وقت او جيم في بث دقيت بدون بث بس علي. طلع اعذار انا بدون بث موسى ديابي. Well, he has the measure of his man. But a good piece of tidying up. My ideas. Modric. It did look on for them, but not to be. Pushing forward, football friends, with options available. الشكل ديابي بطيء جدا بكس بكل شيء. استغفر الله. لامبارد. مزيان. وين راح علو؟ خذ ميوت وانا عشان يشترون كوينز. اي تركي. يروح يروح تعال دش وانا بعد لا تشوف كيف هني ريايل تعلم هني ريايل ها. ساها. ضيعها ما عرفت شو الجول. Well, that was a big opportunity, and they really should be level now. They have to be more clinical in front of goal. Saka. غلطان يا سيف شو تسوي؟ Rodrigo. How about the cross? Well, a really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Opportunity here. لا اللي ضيع عليه فرصة ما ادري يقول. هذا بث الحين. Well here we can see it again. Look at the way he glides past the defender to create space for himself. And from there he never looked like missing. هو انا ما ادري تحت مارس بس تسوي. So 2-0 now. Splendid tackle and a throw in coming up. Hernandez. الو. Lampard. يا اخ وكس وين وكس ها؟ وين وكس؟ تخيل يعطونك باند حصلت لاعب طلع لك الحين بس قول لي من الحين كم تبغاني احول لك؟ 230 ها؟ بفلوس؟ لا 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 يا الزق عطى ببلاش بفلوش يا ونا فلوس 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 يا رب ارحمني يا رب يا رب فلوس يا رب ارحمني يا رب يا الله ولاكم يا ابوي عادي زين ترى عادي هاي مو وايد اوف اللي تضحك هو قاعد يستاهل حصل شي عليك شوفه سبحان الله اول ما بند البث بعد عطاطا ببلاش كم فلوس ايه كم في فلوس فري يعني؟ عطى عطى ببلاش بعد شو وكس مسخر وانا فلوس فلوس والله العظيم ربيع ما يعطيني والله ببلاش والله استغربت حبيت ببلاش بيعطيك قلت اوكي لا لا انا لأن بشتري كوينز عرفت بشتري منه هو يا عم اسحب عليه يا عم لا تعطي فلوس انا تي ولا تي بشتري كوينز يعني شفت كيف معلم ما اشتري من موقع بشتري منه الحين لو سيفو قام بشتري منه كوين سيفو يسوي اسحب عليه ترى لا والله صدق ما يخصه يا اخي عطى ببلاش بعد لا والله انا ابغي فلوس انا ابغي فلوس يا اخي خلني عادي اشتري منه بس وقت خلينا نتفق من الحين احسن بعد ما تقول انا قلت لك انت قلت ما اعطيتني وما اعرف شو عرفت من الحين يعني كم والله 200 دولار في بابا بالسوني والله بعيونك ها بعيونك درهم واحد ما اعطيه ايه كلام بس بعدين بيقول لي وين الهذا وين الهذا لا لا وقت بعطيك بيزات احسن والله صدق صدق بعطيك مو بلازم يا اخي انا ما ابغي الكوين ما ابغي زين اول شيء شوف بحول لك 120,000 شو لا 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 مو ب 120 صبر صبر خليني اطلع انت قلت 100,000 حق شو اسمه حق منو اللاعب ها صبر صبر اول شيء خليني اطلع لاعب شو سعره اكثر عن 100 شو 100